معانا ضيفتنا شيرين الشهابي. الله مساء السكر. مساء. انتي اتأثرتي بالحاجات دي؟ ها؟ اه طبعا. تقعدي تتفرجي على الحاجات دي وبتعرفي تثبتي بقى في الهوا وبعد كده. ايوه بجد. ايوه ايوه بعمل الحركات بجد دي. بتعمل. ايوه. هو ده الانسبريشن بتاعك؟ مين؟ يوسف منصور؟ لا مش يوسف منصور يعني. الحاجات دي كل الحاجات دي. اه طبعا انا بتفرج من زمان على الحاجات دي من صغري. طبعا كل نجوم الاكشن الاجانب والمصريين برضو اتفرجت عليهم، بس كنت مهووسه بالمصارعه الحره، كنت بحبها. كنت بتحبي مين في المصارعه؟ عشان كنت بحبها. انا لسه مهووس قوي بقى جولدبرج بقى وستون كولد ستيف اوستن وهوجن والناس دي، واندرتيكر والناس دي كنت بقعد. كلهم بطلوا. بقى دول قدام بقى. دول قدام. فكنت بتفرج، ويعني لحد وقت قريب برضو كنت بتفرج، بحب يعني بيلفت نظري الموضوع ده. واليو اف سي طبعا بتفرج عليها على طول. طبعا متابعه يعني. طب انت ايه اللي شدك اصلا انك تبقي مدربه كيك بوكسنج؟ هي رياضه صعبه جدا وطف يعني، هي مش سهله، عشان انا جربت قبل كده كنت كان بيشيلوني من الارض، فهي صعبه. وكمان انت بتعلمي البنات مهارات الدفاع عن النفس، فده برضو لطيف. حصل معاكي موقف خلاكي خدتي قرار انك لازم تتعلمي الموضوع ده، ولا انت بتحبيه من زمان عادي؟ لا انا بحبه من زمان، بس انا خدت قرار ان انا امرن دي. ده كانت حاجه مع نفسي كده، كنت مقرره الاول ان انا ما امرنش حد. يعني ما كنتش عايزه امرن حد خالص، لان ما كنتش واثقه برضو هل هوصل المعلومه صح ولا لا، خصوصا ان برضو زي ما انا اتعلمت في اصابات حصلت لي برضو كده، فكنت خايفه ان انا اعلم حد ويتصاب والكلام ده. بس قررت الموضوع ده علشان لقيت ناس كتير مشدوده له وبيقولوا لي طب ما تعلمينا. لما كان في حد بيشوفني جوه الجيم مثلا بلعب، انا بروح الجيم طبعا بلعب حديد وكده، بس لما بلاقي ساند باك بخش اخبط بقى. اوكي. ففي ناس بتبص لي طبعا تقول لي طب انت كنت بتلعبي قبل كده، طب احنا عايزينك تعلمينا. فما كنتش ببقى عايزه اخش عشوائي كده اللي هو تعالى اعلمك حركتين، لا. فقلت اخش الموضوع بشكل بروفيشنال وابدا مع الناس، وبدات فعلا مع الاصدقاء والاقارب، وبعد كده بدات امرن الناس، ابتدوا يعني يتشدوا الموضوع. ومرنت السيدات الاول، وبعد كده الرجاله الحمد لله وثقت فيا وابتدت تتمرن معايا. انا عايزه اسالك سؤال، بس لو متضايقه من السؤال ممكن نحول عليه، عشان انا خايفه يعني انا شخصيا. اي سؤال ما يعجبكيش احلقي لي خالص. ما تغلطيش عليا. انا لا انت مش قاعده على فكره قدام جيت لي مثلا عادي. قولي لي ايه اكتر لقب بتحبيه؟ انا عرفت ان انت تحبي وندر وومن، ممكن تقولي لي ليه؟ ايه السر في اللقب ده؟ ليه بتحبيه؟ وندر وومن دي طبعا هي شخصيه قديمه جدا، وبعدين دلوقتي يعني عملوها بشكل جديد، بس انا كنت من زمان برضو بحب سوبرمان سبايدر مان وباتمان وكل الحاجات دي. بس وندر وومن لفتت نظري ان هي معناها طبعا المراه الخارقه. وانا صنفت نفسي من زمان، وخصوصا بعد المتاعب اللي حصلت لي، وفي حاجات كتير جدا حصلت لي زمان كانت بتخليني اتمنع من التمرين وارجع تاني. الحمد لله طبعا بفضل ربنا كان عندي اراده ان انا ازق نفسي واتحدى حاجات كتير جدا كانت حواليا ان انا اكمل فيها يعني. فانا سميت نفسي ده، وقلت لنفسي دايما افتكري نفسك ان انت وندر وومن. اي حاجه هتعرفي، اي يعني اي عوائق انت هتعرفي تكسريها وهتعملي حاجه، ودايما بقول لنفسي انت الاحسن. طب حصل معاكي موقف استخدمتي فيه قوتك قبل كده؟ مواقف طبعا اكيد يعني. يعني ضربتي حد في الشارع مثلا؟ بجد كتير. لا احكي لي، احب الحاجات دي قوي. احكي لي بقى، وضربتيه ازاي؟ وكان بالكوريك ولا من غير؟ لا يعني شفت انا خايفه ليه؟ تعملي كده؟ لا بصي، هو انا كنت ايام الجامعه ما كانش معايا عربيه، فدايما انا بنصح البنات يعني على قد ما يقدروا يحدوا من مشيهم في الشوارع او استخدام المواصلات العامه على قد ما يقدروا. يعني يختاروا الحاجه اللي تريحهم. فكنت طبعا بركب مواصلات كتير، يعني كنت بحب دايما اغير في المواصلات، فطبعا اكيد بتحصل مضايقات سخيفه وكده. بس انا لو حد بيكلمني انا ما بردش، لكن لو حد بيتعدى حدوده معايا وبيخش في المساحه الشخصيه بتاعتي اكيد طبعا لازم هتصرف. بس سواء بقى حد كان قاعد جنبي، حد من ورايا، حد كده، بس كل ده الالعاب بتاعتي دي خلتني عندي وسائل الدفاع دايما اكتيفيتد. يعني ببقى ماشيه في الشارع عينيا بتبقى ورايا، ابص كده بس مش بتلفت، يعني ببقى عارفه مين جاي ورايا. بيبقى كل الحواس شغاله. شغل عالي. بحيث ان لو حد جاي ورايا وفاكر انا مش واخده بالي، انا بلف على طول وبضرب على طول. وفعلا ضربت كذا حد في الشارع وكانوا بجد والله. طبعا. بس عايزين نجرب كده يعني، كمان شويه حاجة؟ تضربي لينا وتخلصينا منها مثلا، تبقى فكره حلوه. بصوها برضه اعملي لها بس الاخ وقتها جاي. ما بضربش سيدات ولا بنات ولا انا مش محتاجه تضربي. ما بتجيش على بعض. انا اقل حاجه.